شاهدتنا اليوم على التجربة المصرية 10 سنوات من التحدي والإنجاز هي الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. الفترة اللي جت من 2011 ل 2013 كان كسر خاطر المرأة المصرية. عندما صدر الدستور فلم تكن فيه المرأة. كان في رعب. فاكرة جملة قلتها لزميل كان متأخر على الاجتماع فقلت له لا خليك مكانك لأن احنا قاعدين في قاعة الرئاسة مع من قتلوا السادات. عايز أتوقف عند تعبيرين بيرسموا ملامح التجربة المصرية اللي هي مرتبطة في النهاية بقائد هذه التجربة. قلتي من جبر جبر، العبارة الثانية قلتي نحن رزقنا بإنسانية. الإرادة السياسية الحقيقية لملف تمكين المرأة على مدار 10 سنوات بنقول احلموا خلوا حدود أحلامكم السماء. سلاما إلى من رأى جدار الوطن ينقض فأقام. الشاهد الموسم الرابع الساعة 11 مساء على إكسترا نيوز.